قال الله تعالى مادحا بعض الشباب: إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ومدح الله تعالى نبيه إبراهيم عليه السلام بأنه كسر الأصنام، حتى قال قومه: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وجاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في مستدرك الإمام الحاكم وهو في صحيح الجامع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك قبل المرض، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وفترة الشباب يا جماعة فيها الغفلة، وفيها الشهوات، وفيها الملذات، إلا من رحم الله تعالى، وإلا من وفق الله جل وعلا. عشان كذا الزول بيسأل عنا يوم القيامة بين يدي الله تعالى. والإنسان الطفل ما جايب للدنيا خبر، والكبير في السن في الغالب ما عنده فتن، في الغالب فتن بسيطة، إلا الزول المريض. لكن الامتحان الأكبر في فترة الشباب. ونحن يا جماعة قاعدين في بلد وفي زمن نسأل الله العافية، الشباب غزون بنوعين من أنواع الغزو، وهذان النوعان فيهما هلاك القلب الذي به تكون النجاة يوم القيامة برحمة الله تعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب ده يا جماعة مرضه وهلاكه في اثنين: الشبهات والشهوات. والشبهات والشهوات في بلدنا هذه حدث ولا حرج، كل أنواع الكبائر والصغائر في البلد دي موجودة، كل الطوائف التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة في البلد دي، المسلم والكافر وجوه الناس اللي بينتسبوا للإسلام، 73 طائفة، وريني طائفة ما موجودة هنا. أفتح كتاب الكبائر للذهبي، من الشرك أول كبيرة بدأ بها، لسب الصحابة آخر كبيرة بدأ بها، كلها موجودة في البلد. المنهيات، المعاصي، الفجور، الزول الدائرة الخير يسبط، وعشان يصل للخير، عشان كده أنا بقول غايته شاب في البلد دي يستقيم، والله إذا زول موفق وزول راجل وبيت يستقيم، والله دي في خير كثير جدا. فنحن يا جماعة جينا نوصي أخواننا الشباب، وفيها كلمات بنقولها ودايرين بها الخير، الله يتقبل ويخلص النيات ويجعل التوفيق. والسمع ده المقصود والمطلوب، والما سمع وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والناس دي شوف كل يوم في مشاكل، كل يوم في ضيق. يا أخي نحن ناس مرقنا قبل الظهر بساعة،
عشان نصل هنا وصلنا بعد الظهر بساعة ونص. في شنو الحاصل شنو يا جماعة؟ ابتلاءات ومصائب. ولا يظلم ربك أحدا، والله يصلوا الله ما ظلم العباد دين. يقبلت فيها أي شيء، زي ما قال لك هسه قبل شوية أخونا، فيها أي شيء، والناس جيعانة، عربات لما زحمة والناس واقفة ما قادر تركب. في شنو؟ ألاكن راقد في السوق والناس جيعانة، الملابس راقدة، وأغلى شيء من أغلى الأشياء البيوت لما سكنوا الجن، عمارات والناس لسه بنوموا في شوالات وفي ناي وفي شنو. أصل الناس اللي بيقول لك مشكلتنا مادية وترتيب وناي ديل، الواقع ده أقنعهم نحن ما بالقرآن والسنة وريناهم ماذا يسمعوا الكلام. ولو يا ناس ما تمرقوا ما بتحلوا المشكلة، مرقوا قتلوا جزء منهم، كوركوا خلوا الموضوع المرقوا له، قالوا دارين الدم بتاع الشهيد، قالوا الكيزان أكلوا باسم الدين ولخبطوا باسم الدين، هنجوا نفس الشغلة. أنا بتكلم عن عموم الناس، أنا عندي منهج أعي ما أقول. نفس أسلوب الكيزان، المات منهم شهيد، هسي ديل طلعون شو هذا، وخلوا قضيتنا الأولى طالبوا بيدي، قلنا لهم ما تمرقوا ما بتحلوا مشكلة، مرقوا ما حلوها، بلا شغلة الطين زاد بلا. وأنا ما داري أغرق كثير لأنه عندنا حد معين، لكن يا جماعة في نهاية المطاف النبي عليه الصلاة والسلام لخص المشاكل دي، وبعدها أنا بدي وصايا أسأل الله أن ننتفع بها جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الإمام الحاكم وحسنه الألباني، في رواية في سنن ابن ماجه ضعف الألباني، شايف بعض الإخوة مرات بيقولها، لكن الحسن الألباني رواية مستدرك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، انتشار الفواحش والمعاصي وكذا، وده ما داير شرح كثير. تقنعنا مرة ماشيين سفر الساعة 4 صباحا، والله شارع النيل لقينا عربيتين وأقفاد قافلات الشارع إلا مشينا في جنبه. في شنو؟ العربية اللي جاي نزل بيتين، واحدة لابسة بنطلون واحدة لابسة لبس ذاته غريب مرة واحدة، وسكارة أقسم بالذي رفع السماء، بنات سكارة، وده بيجاي راكب له عربية بينبزن فيه يا حيوان يا شنو. قلت له يا ناس أمشوا 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 كده، مشينا تخارجنا. ديل 4 صباحا، ديل كانوا وين؟ ديل لافين وين؟ هذه الناس دي واقفة صفوف ومصرة تعصي الله سبحانه وتعالى، حلها فوق تحت تراه جربوا كذي جات وكذي، والله ما تحلت لهم. قلنا لهم حلكم فوق، بيجي من فوق؟ قالوا لا فوق خلوه، والله قالوا نحن حلنا عند ديلك وديلك وديلك. بيجوا يطالبوا بقوانين وببلاوي كثيرة جدا، لما واحد طلع قال دارين قانون يحمي حقوق المثليين من الرجال والنساء، ديل دارين دنيا، قالوا عشان أمريكا ترضى عننا وترفعنا من قائمة الإرهاب وكذا إلى آخره، ونسوي قانون يحمي حقوق المثليين ويعاقب الناس اللي بيجرموا المثليين. أول من جرم المثليين رب العزة والجلال. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. ده المجارم، وهل رزقنا عنديلك يا ناس؟ رزقنا عنديلك، راحتنا عنديلك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين
والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. السنين المجاعات، شدة المؤنة يا أهل المعيشة دي الضنكة والغلا، وجور السلطان يعني ظلم الحاكم. قال وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. ثلاثة قال وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطروا. أربعة قال وما خفر قوم عهد الله. وأعظم عهد يهود توحيد اللي بيتكلموا لك فيه والإخوة دي، والله هسي ناس كتار بيعترضوا يقول لك علاقة التوحيد يا أخي بالدقيق شنو؟ لا انتوا سلفيين والله ناس غريبين. ولك يعني علاقة التوحيد بالبنزين وبالدقيق ده يا أخي حاجة الدنيا، وداك دين عبادة بين العبد وربه. مشينا كم جامعة بيناقشوا يقول لك الدين ده رأسي رأسي والدنيا أفقي. لا الدين ده رأسي وأفقي كله. الدين ده مش فيه حاجة اسمها أخلاق، ده دي أفقية. مش فيه حاجة اسمها الصدق والأمانة والإحسان إلى الآخرين والضعفاء وكذا، ده ما أفقي وفيه أجر برضه. أنت عارف الكلام ده ما جابوه جديد هسه الجماعة ديل. جماعة ديل أنا ما بجيك لهم نسي بعد شوية إن شاء الله. ديل ما جابوه جديد، الكلام ده بدري بدري. ناس في من بني إسرائيل في ولد في التفسير قتل عمه عشان يرث القروش بتاعته، وشال الجثة بتاعت المقتول وداه وين؟ وداه جنب بيت زول مسكين. والجماعة صحوا الصباح، الجماعة صحوا الصباح لقوا المسكين أول ما فتح بابه لقى قدامه زول ميت. الناس اختلفوا قالوا الكتل الميت دمنه، كتلوا الزول المسكين لأنه جنب بيته، ولا كتلوا ودخوه لأنه دار يلثه. قال ودخوه ما عندنا برهان عليه، والزول الميت والزول المسكين ده ما عنده مصلحة يقتل ده، لكن طيب ما هذه لقينا جنب بيته مشكلة دنيوية دار يعرفوا حلها. قالوا كيف نختلف وفينا نبي وهو موسى عليه السلام. نمشي لموسى عليه السلام، يعني جو لناس الدين عشان يحلوا مشكلة الدنيا. موسى عليه السلام أول ما حكوا له المشكلة قالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. جابوا له زي الكلام اللي قبل شوية دي. قال يا موسى وزول مقتول علاقة البقرة بالمقتول جنو؟ واسي بقولوا علاقة التوحيد بالدقيق شنو؟ خليه التوحيد، مش حل مشكلتك انت، مش بيت حل ناس الدين مش حل انت. قالوا ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. قالوا اتتخذنا هزوا؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. بدل يمسكوا اي بقرة زي ما قال ابن عباس رضي الله عنهما لو ذبحوا اي بقرة لكفتهم، قعدوا يشددوا على نفسهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال انه يقول انها بقرة صفراء. شوف قدر ما تزح وما تقبل الأوامر والنواهي، وقدر ما تجادل بالدارج كذي بتعوق نفسك، قدر ما تشدد علي نفسك وتشدد يشدد عليك زيادة، وقدر ما تختلف مع الأنبياء والرسل انت بتدعى بزيادة. ما قال لهم جيبوا حمراء
حمراء مكتر، سوداء كتار، بيضاء كتار، صفراء. بقرة صفراء دي هسه تتلاقي كيف، وما صفراء ساي، فاقع لونها. ثلاثة تسر الناظرين، بس يشوفوها كده يتعجبون. بعد ده قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. وبعدين قال لهم باختصار إذا صح التعبير، مسلمة لا شية فيها، كما قال بعضهم لا عيب فيها، وقال بعضهم لا شية فيها، لا لون فيها يخالف بقية لونها. يعني ما لونها صفراء وفي وشها في بياض أو سواد، لون كل واحد. قالوا الآن جئت بالحق، يا دوب جئتنا بالحق، ده نبي من الأنبياء. فذبحوها وما كادوا يفعلون. بعد ذاك وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. يعني اضربوا المقتول ده ببعض شنو؟ البقرة. القبيل قالوا علاقة البقرة بالمقتول شنو؟ كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أول ما قام قال قتلني فلان، ثاني رقد مشكلتهم يتحلت، حلوها ناس التنظير ولا الدكاترة ولا أهل الهندسة ولا حلاها منه؟ حلاها زول الدين. نحن عندنا فهم بنقول في حاجة ما طبيعية والناس بيوافقون إنه في حاجة ما طبيعية، زي ما قال لك السيدي نيل أبيض بجاي أزرق ويتلاقى سوا كمان مقرن عديل، وتحفر واطة موية تجيك، وزراعة في الحيط قايمة، ومواشي بقر غنم شبعان، وثورة سمكية عليك الله امشي بور السودان، ومواني ومطارات عربات لما نساوى زحمة، شباب كمية في شنو؟ يبقى المشكلة في شنو؟ قالوا والله يا نحن فاقدين ضمير. الضمير اللي بيعالجه شنو؟ اللي بيعالج الضمير شنو؟ الدين. قالوا فاقدين أمانة، الأمانة اللي بيجيبها شنو؟ الدين. قالوا دارين نشاط، النشاط بيجيبه الدين ذاته، لأنه زول الدين ما بسجر عشان نفسه يكون تعبان، زول الدين ما بيشرب بنجو عشان يكون برا الشبكة، زول الدين ما بيفسد الأعراض عشان يجيب أولاد يكونوا حاقدين على المجتمع، زول الدين بيصلح الذي بينه وبين الله فيدعو. يا أخي دعوة واحدة والله البلد جت تصلح، تقال مكة دي تصلحها شنو؟ دعوة ورجعوا لي الله، بس دعوة، بس دعا بها نبي من الأنبياء. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. أسي مكة تمشي تزرع ما بتقوم زراعة، لكن أي ثمرة بتلقاها في مكة، أي شيء تلقاه في مكة، والعالم جت يجيون ويخوفوا العالم كله. والله قبل فترة جايبين مقطع وزير ألماني بارك كذي للرئيس بتاعه للملك، بارك كذي في خيمة، بارك له وزير ألماني، جايبين مقطع ترومبا ذاك بتاع أمريكا، ترومبا، أنا بقول له ترومبا هم بيقولوا له ترامب، أنا بقول له ترومبا، ترومبا معاه مرته بتاع شوشة بتاعته بيشرب بالشمال. الرئيس بتاع ذلك السعودية قال له باليمين، بالانجليزي طبعا انجليزي ما بعرفه، قال له بالانجليزي، قال له حاجة كذي غايته طوالي حول به في الشراب حول. انت هسه تقدر توجه زي ديل؟ هذول يقول لك امي شوف شغلتك يا اخي. فجماعة والله الذي لا اله غيره، الدين ده والله واضح، والدين ده مظلوم، الدين ده في السودان والله يا جماعة مظلوم ظلم،
ما يعلم به إلا الله تعالى. مظلوم من الداخل والخارج. ناس نبذوه قالوا يا أخي ناكل ديلك بياكلوا باسم الدين. ناس جو قالوا دارين ناكل بعدم الدين. زي أب خصلة ده قال نحن نسوي قانون عشان في النهاية أمريكا ترضى عننا عشان الرزق يجينا. في النهاية نحن عشان نرتاح. يعني ديلك دارين ديلك ياكلوا باسم الدين وديل ياكلوا بنسف الدين. شو الدين ده تعبان في البلد إذا صح التعبير، شوفوا تعبان في البلد دي كيف. واحدين يسخروا به. يا أخي جامعات كثيرة تمشي، أنا قبل أتم الحديث يقول لك يا أخي السودان ده فيه تعددية والناس ديل فيه مسيحيين، وما صح تقول نصارى صح. يقول لك في مسيحيين وفي يهود وفي لا دينيين وفي علمانيين وفي ناس الدين ناس الإسلام. نحن يا أخي ما دارين الإسلام يحكمنا. هيحكمك شنو؟ قال والله تحكمنا الديمقراطية. ديمقراطية شو التناقض بتاعه. والأكثرية بالديمقراطية ذاتها، الأكثرية على الإسلام بالظاهر كي بالعموم يعني. يعني بالديمقراطية بتاعتك انت مفروض يحكمنا الإسلام. قلنا لون الوجه الثاني انه يحكمنا الإسلام، انتوا دارين شنو كذاسي لو زحينا الإسلام شنو اللي بيتفق مع الناس ذي كلهم؟ قالوا والله دارين عدالة. الإسلام جاب العدالة ولا جاب ضد العدالة؟ الإسلام جاب العدالة. قالوا دارين سلام. الإسلام قال لو المسلمين اشتكلوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قالوا دارين حرية. قلنا لهم حرية في شنو؟ حرية في الشارع؟ قالوا لا، إلا يكون في بتاع مرور، لأنه لو قالوا حرية ساي شارع الاتجاه واحد بيبقى اتجاهين تحصل مشاكل. إذن لازم حفاظا على العربات وحفاظا على كذي لازم يكون في بتاع مرور، ما تكون في حرية مطلقة في الشارع حفاظا على العربات. أيوة حرية في الطب. قالوا لا 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 لازم نعمل قوانين. كن يجي زول يكون ما دكتور يجاسي فساي. لازم يكون في قوانين تضبط الناس ديل ما نخلي لهم حريتهم ساي. حرية في الطب الطبيعي. قالوا لا 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 يكون زول ما معلم يقوم يكسر لك راع زول ساي داري نسوي له حاجة يكسرها له. لازم في قوانين وفي شهادات. حرية في شنو يا جماعة؟ قالوا حرية بس المرأة دي حريتنا المرأة. يعني العربية يسووا لها قانون والمرأة يخلوها ساي. يعني عندنا العربية أهم من شنو؟ أهم من المرأة صح ولا ما صح؟ وفي المرأة ذاتها ما شغلتهم في الطفلة. لاقاك ناس بيدافعوا عن الطفلة، لاقاك بيدافعوا عن المرأة العجوزة ما في. ديل دايرين يا جماعة شريحة معينة في المرأة وتجبي أهواؤهن وتفعل ما تشاء هي وما في زول يسألها. والناس ديل أبشرك مع إنه كلام مؤلم، الناس ديل يا جماعة ما دايرين فاحشة. فاحشة وصلوهن دارين انتشار الفاحشة. الفاحشة هون لاقينا دارين انتشارة. قلوبهم دي بتتقطع لما نشوفوا بيت لابسة زي الشرعي، بيغتازوا بيتضايقوا ضيق شديد. وده مش حتى أثر على عوام الناس، بيقوا يشوفوا زول الدين يشمئزوا، يشوفوا زول الدنيا يفرحوا. شكا يا جماعة ما داري شتت الكلام. أنا أرجع مرة أخرى أقول وما خفر قوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عهد الله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. خمسة قال وما لم تحكم أئمتهم أي حكامهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل بأسهم بينهم. يحصل البأس لما نعرضوا عن تطبيق الشريعة والحكم. وكثير من الناس الليلة بطالبوا بعدي ولك الدين ما دارينه يا أخي. الدين ده في الجوامع لكن يحكم الناس ما دارينه. ليه ما داير الدين الحكم بتاع الشريعة دي؟ ليه ما داير؟ قال والله دارين أي صاحب حق يدو حقه
الدين حارب الظلم. رسول صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أي صاحب حق يدوه حقه، أراضي، عربات، مشاكل، كذا كذا، وفي قوانين ما بتلقى ذاته إلا في الإسلام، تجيب شهود وبينة و إلى آخر أشياء كثيرة جدا. قالوا والله الدين ده فيه حدود، الحدود دي حارة، ماذا يرينا؟ وين الحدود؟ كم؟ أي زول يقول لك كذا يقول له حاسب لي 10 حدود، الحدود دي كم؟ كم حده؟ والحدود دي فيها شنو مشكلتها شنو؟ في زول ماشي عاقل ساي مسكوه جلدوه؟ إذا نحن ذا نعرف، ولا إلا لما نسكر، لما نسكر ونقالوا نحن دارين الإنسان ده يكون مرتاح. طيب لما تخليهم يسكروا بيرتاحوا؟ ده سكران وداك عاقل، العاقل ده بيسلم من السكران؟ يا اخي السكران ده بيديك طوبه ثاني ما تعرف اي شيء. والله سايق عربيه ده فرتق الشارع كله ده يخلوه؟ شو الشريعه دي سمحه كيف؟ قالوا ليه يقطعوا اليد؟ وليه ده يسرق؟ ده يسرق ليه كذا بالراحه كذا؟ ده يسرق ليه؟ ده لما نمشي يشتغل 10 سنه وبيجاي وبدل ياكل زي الناس تلقيه ضعيف ذاته، بدل يلبس زي الناس تلقاه تعبان، بدل يسكن مع اهله يمرقه برا البلد ويجيب قروش ويحوشها ويشتري له عربيه داير يسوقها ويشتغل بها في بلده، يجي الحرامي بالراحه يركبه ويفلس اليه. اوه كمش ده يخلوه ساي؟ دي الراحه؟ قالوا ليه ارجموا صاحب الفاحشه المتزوج؟ وليه ذاك يجلدوه ما يخلوا الناس دي ساي؟ وليه هو ينتهك الاعراض؟ ليه زول يا اخي في البلد في القريه ماشي وجاي ويزرع وتعبان وقبل الصبح مارق على زراعته يصلي ويمشي وبرنامج وياه واخر السنه يجيب الحصاد ويرسل لبيته قروش يجي يربيها وفرحان بها، وده ببساطه يجي بكلمتين ثلاثه يغشها وينتهك عرضها بعد ما كانت بكر تبقى ثيب، بعد ما كانت عفيفة تبقى خبيثة، بعد ما كانت محترمة تبقى سيئة، بدل ما كانت تجي بعد ما كانت تجي ماشية الناس كلها أي واحد يتمنى زوجة له يجي ده يفعل بها ويتونس ويضحك وتجي ماشية يضحكوا عليها، وبعد فترة هي ذاتها يجي ذاك صاحبه يقول لها أنا عارف موضوعك وأنا برضو لازم ويمشي يفعل بها ويجي لبعده، وبعد ذاك تبقى بغي من البغايا، وبعدها تاني تبقى في جرائم تانية، قتل حمل قتل، بعد شوية تبقى مفسدة في المجتمع. ديل يخلون ساي؟ يا اخي شوف الدين ده عليك الله رتب الناس دي دنيوية ساي، دنيويا شوف رتبهم كيف. الزول بيقوم صغير الله أمر الأب ينفق عليه، مين صغير؟ مين قبل ما يلدوه اختار الزوجة؟ جاب له أمه بعدين بتكون صالحة ومحترمة، ولدوه يربوه ويحسنوا له يأكلوه ويشربوه ويعالجوه، كبر أول ما بدأ يراهق يزوجوه، قفلوا له باب الشر، وشغال بالحلال يجيب المال وهنا يجيب الذرية وهناك فتحوا له الدنيا. الدين حرم على الناس في الدنيا شنو؟ كذا شيء بينفعهم في دنياهم حرموا شنو؟ الزراعة والصناعة والتجارة ودي كلها. وديل شفت بنو علمان ديل ما دارين خير للبلد والله، بس حاقدين على الإسلام، لكن خير يقدموه ما دارينه، ولا دار يقدموا لناس شيء ينفعهم لا في دنيا ولا في أخرى، أصله والآخرة دي كان عانين منها، لكن دنيا ساي. الدين عارضك في شنو يا جماعة؟ والله في بلاد كفار، والله العالم ده هاجمون، والله أسي خش اليوتيوب أكتب البرازيل، بس أكتب البرازيل، مع أنه إحنا ما نتفق معاهم،
لكن شوف الناس ذيل كانوا وين في دنيا زي اقتصاد، وشوفوا نفسي وين عملوا شنو. تعرف ده عمل شنو؟ قفلها كذي بس، لا جوا لا برا، بس البلد ذاته. وفرض لهم حاجة قريبة من شغلنا نحن، الزكاة من الأغنياء. وبعد ذاك فتح للناس برامج مصانع وغيره وغيره وغيره، شغل الشباب شغلهم. أسي عليك الله، مش أسأل أي زول عنده ثقافة قول له ترتيبهم شنو البرازيل في الدول. أنا أخي الناس دي لو شدوا حيلهم دنيا زاي، شدوا حيلهم كذي قفلوها كذي. الشباب البناطلين الماصلة دي رفعوها وشدوا قاشهم ده، شفتها؟ وشعرنا المكملين فيه 20 كريم ده حق الكريمات دي، شفتها؟ دخلوه في البلد دي، والله معليش شفتها. والتبرج ده يا أخي، الزي الشرعي أرخص زي، والزي اللي فيه محرم أغلى زي، والمساجد مجاني الصلاة، ولادي الضباط يجيبوا فنان عاطل زاي هيج الشباب، النفر 50 جنيه ومية جنيه، محلات الصعود فاتحة أغلى من العيش، محلات اللهو والمعاصي. بلد دائرة ترتيب، ودائرة خوف من الله سبحانه وتعالى، ودائرة صفات، ودي كلها بالدين، كلها بالدين. شكاية يا جماعة، احنا جينا نوصي الشباب لعل الله يجعل الخير في أمر الدنيا والآخرة. ووصايانا باختصار، أنا شخصيا دار أقدم 7 وصايا. الوصية الأولى التوبة والرجوع إلى الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. من أسباب سوء الخاتمة الذنوب والمعاصي، ومن أسباب حسن الخاتمة الطاعة والرجوع إلى الله تعالى. والدليل في سورة الجاثية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني انت ممكن معصية تقودك لسوء الخاتم، وممكن طاعة تلقاها بعدين في الموت تبقى لك سبب ثبات وتنطق بكلمة التوحيد وتموت على حسن الخاتم. فالرجوع يا جماعة والتوبة إلى الله تعالى، الذنوب دي أرهقت الناس، والله الذي لا إله غيره، أرهقت جسديا وذهنيا وماديا وكل شيء. موبايلات، أفلام يشاهدوا، احضر الواحد يتملي شهوة، فكر في الحرام، يجي يشكلك يقول لك العادة السرية والمعاصي. واحد قبل أيام من الشباب بتكلم معاه وقال لي عندنا 4 أو 5 من البلد جو قعدوا في شقة هنا في الخرطوم، بعد شوية الجماعة مشوا الساحة الخضراء، بالضبط كده قال لي الساحة الخضراء، اتفقوا قال اي واحد يجيب معاه بيت وكذا 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 وكذا. 2 جابوا بيت، فعلوا الفاحشة، اليوم الثاني بدأت تقوم لي حبوب صغيرة صغيرة، أول مرة ذاتي فعل. بعد شوية بدأت تجي الريحات، بعد شوية قالوا انت يا زول متهم بالإيدز، غلبوا أي شيء الأكل، قال لي والله جسمه بدأ يضعف وما مشى فحص لاسي. الجابرك شنو؟ الجابر الزول يا جماعة يحارب الله بالمعاصي شنو؟ يا أخي الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا أخي الله سبحانه وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يسر لك الأمور كلها. الله سبحانه وتعالى قال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون.
ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. زوال يا جماعة يتوب ويندم قبل ما يجي الموت، قبل ما يجي الموت. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ذول يقعد في الواطة يندم أي معصية. الله سبحانه وتعالى قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه كله الكبير والصغير والظاهر والباطن. وقال ابن القيم رحمه الله ذنوب الخلوات أصول الانتكاسات. زول اللي بيعمل المعاصي في الخلاء ده أصل من الأصول التي بها ينتكس العبد. وقال رحمه الله تعالى ولا تكون الهموم في القلب والأحزان إلا بأمرين الانكباب والحرص على الدنيا وقلة أعمال البر. شفت الزول اللي بتلقاه اركب عربيته ولا يركب في المواصلات ويتلفت عاين في البنات بيجاي وبيجاي، وفي البيت تلقاه شغال وتلقاه كيس صعود وسجاير وتأخير للصلاة وفواحش ومعاصي وبلاوي صحبة سيئة. ده عليك الله أسأله قول لي حالك كيف تلقاه متضايق لأنه ما بيعمل أعمال خير ولأنه مقبل على الدنيا ومعرض عن الآخرة. فدي الوصية الأولى يا جماعة، كلنا محتاجين نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونرجع إلى الله جل وعلا. الوصية الثانية من الوصايا التي أوصي بها نفسي وكذلك شباب المسلمين، العلم النافع. العلم النافع. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، خصوصا في الأزمنة دي وفي بلادنا هذه يحتاج لعلم. شبهات وشهوات، والعلم ده بزكي النفوس. على قال الله بس أقرأ الجزء العاشر من الفتاوى لشيخ الإسلام تيمية اسمه علم السلوك. يا أخذ والله مشاكل الشباب دي شفتها كأنه قاعد في البلد دي. الحسد والعشق فصل في تفصيل، والفواحش وتعلق القلب والآلام اللي بتجي للإنسان وعلاجه والمشاكل دي كلها وأمراض القلوب دي كلها ناغشة. شفت تتعلم والله نفسك دي تزكو وترتاح وترتفع. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأنا قصدت أجيب العلم لأنه في ناس كتار شباب دارين الدين، ولما يخشوا يسمعوا تلقى واحد بيسمع عليها البدع، بيسمعوا بيجيبوا لهم الآهات ديك شفتها زي الأناشيد، جيبوا لهم بعض الحاجات كذي وفوتوشوب حاجات كذي وهنا أنوار وهنا وأشياء وبعد ذاك وكلمات معينة، واحدين تلقاهم طوال يقول لك الله العريفي ده أنا خطير معاي، وداك بيسمع للنابلسي، وده اللي منو ما بعرف بيجاي خالد الراشد، وده وما يرضوا ولا كلمة. واحد بيجاي لفلان، واحد علان، شغل لكن العلم المؤصل يا جماعة. والناس ديل قايلين العلماء ديل شغلتهم بس شنو؟ تأصيل اللي بيفهموه هم براهم هون، فقه بس. العلماء ديل بيهتموا بالفقه، بالعقيدة، بالأخلاق، بالمعاملات، باللغة، بالسير، بتزكية النفوس ذاتها. والله الذي لا إله غيره، اللي بيقرأ بس لابن تيمية وابن القيم رحمه عليهما رحمة الله تعالى يرى العجب العجاب. نازل الله بيجري على لسان وعلى قلم كلمات. يا كتاب الفوائد ده بس لابن القيم ده تكلم عن الحرص عن العجب،
تكلم عن الكبر، عن الغضب، تكلم عن الشهوات، تكلم عن الغفلة، تكلم عن الدنيا، تكلم عن العبادة. جاب مواقف لبعض الصحابة، مواقف قوية لأبي بكر الصديق ولذي البجادين ولغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاب كلمات مؤثر واستنباطات في الدين وأشياء تزكي النفوس. والله ما تسمع شيخ ربيع قالوا له القصاصين وكذا وكلام مؤثر وإلى آخره. قال لو أن هؤلاء تركوا هؤلاء القصاصين وأقبلوا على رياض الصالحين لكفاهم. بس كتاب رياض الصالحين ده بس شفته، والأحاديث الفيو تزكية النفوس والأشياء دي وغيره من الكتب النافعة. أسمعوا يا جماعة للعلماء، شيخ محمد أمان الجامي والشيخ أحمد النجمي والشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ الفوزان وغير من العلماء، الشيخ ربيع والشيخ محمد ابن هادي وغير من العلماء، الشيخ العثيمين. فوائد ودرر وأشياء أنت بتلقاها قدامك ودار أديك فائدة. شفت ناس الوعظ تعين القصص، تعين القصص غير القصص الشرعية في الكتاب والسنة، وبتاعين الأشياء دي والآهات ونو حاجات دي، هالناس ديل لاحظ لهم، أسي أسمع لهم وأسمع لعالم من العلماء. سماعك لهذا بيأثر فيك الآن كما أداك بدع، بيأثر فيك السن، بس تتم 10 دقائق ربع ساعة بترجع طوال. العالم ده بتكون بتسمع له وإنت متضايق، تكتب ما تكتب ومتضايق، بيتم التسجيل بتمشي قدام الفوائد بتجيك، تجيك المشكلة الفوائد تتذكر كلامه كأنه بعيش معك. يا أخي ابن تيمية رحمه الله قال لك كلمة أنا كررتها بدري كثير، قال ما من محب يصل أو يجد محبوبه إلا وتاقت نفسه إلى غيره إلا الذي يحب الله تعالى. قال أي زول بيحب له شيء، يحب شيئا وبيتخيل إنه سعادته كلها في الشدة، اللي بيحب الغنى تخيل إنه سعادته في الغنى، اللي بيحب الشهوات بيتخيل إنه سعادته في الشهوات، اللي بيحب السلطة بيتخيل إنه سعادته في السلطة، اللي بيحب المال بيتخيل إنه سعادته في المال، بيحب الأكل بيتخيل إنه سعادته في الأكل. مجرد ما يصل لمحبوب، ولك أنا والله بس في بيت كده تعلقت بيها وإلى آخره ودير، والله ما في الدنيا دي ما داير غير البيت دي، مما يتزوجها ويقعد معاه شهر وشهرين وثلاثة تقول له خلاص داير، ها داير حاجة في الدنيا، يقول لك يا زول يا دوب نحن بدينا دايرين حاجات كثيرة، يقول لك كيف ما داير قبيل قاير راحته كذي، داير سلطة، مجرد ما وصل السلطة قايل سعادته إنه يبقى بس. مما وصل السلطة بيكون ملاوز، بيقلعوني من تحت ولا من فوق، البرة ولا الجوة، تلقى ملاوز ما مرتاح، داير قروش مما تجيو بيلاوز، دولار بيرتفع ولا ينقص، اشتغل وين وكذا، بيخسر ولا بيربح، طوالي بيتعب. وجرب وشوف، قال إلا الذي يحب الله تعالى، ماشي على الله إنت ماشي، تخلي في الغنى تقبل على القرآن، خلي في المعاصي تقبل على الطاعة كذا، ماشي ماشي ماشي، مجرد ما تصل الله يرضى عنك وتوب توبة نصوح، تقبل على الله تعالى، تقعد يا أخي في مصلاي بس بالليل تصلي، تقعد ركعتين إن شاء الله ركعتين، تقعد تحاسب نفسك وتندم، والله تلقى راحة أقسم بالله في الدنيا دي كلها ما تلقى إلا في دي. وجرب وشوف. فالزول يا جماعة دائما يهتم بالعلم النافع، ودار فيه زكاة النفوس، علم التوحيد، علم العقيدة، الأخلاق، المعاملات، دي كلها العلوم اتطرقت لها مناقشتها. الوصية الثالثة يا جماعة من الوصايا الإقبال على الآخرة وعدم الغفلة والانكباب على الدنيا. الله سبحانه وتعالى أمر العباد يؤمنوا به، والزول لمن يؤمن بالله بيؤمن بما جاء عن الله،
والإنسان يا جماعة المؤمن بيرتاح في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى في سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، معنى يهدي قلبه أي يعلم أن هذه المصيبة من الله فيطمئن ويرضى بقدر الله تعالى. الله سبحانه وتعالى ذكر لك الدنيا دي وزهدك فيها وقال لك الآخرة أفضل من الدنيا، بس أنت كيف تصدق وكيف تؤمن وكيف تقبل على الآخرة؟ الناس دي يا جماعة كل يومين ثلاثة بنسمع زول مات، بيسمع زول سافر ما جا راجع، زول مرق من بيته ما، أمراض بتصيب دول كاملة ما عارفين جاهم من وين وسببه شنو، راسه نضرب. والناس ماشية على الآخرة كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أقبلت الآخرة مقبلة وأقبلت الدنيا مدبرة، أو كلمة نحو ذلك، ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. الله سبحانه وتعالى قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والدنيا دي مملة يا جماعة، ما لقينا فيها لذة كاملة أبدا. وليه بكرة ما بتلقاه؟ وليه بعد بكرة؟ والله ما تلقاه، والله ما تلقاه. لو دار تتزوج ساي، قلت دار بيت جميلة، بتمشي تتزوجها بتلقى أخلاقها سيئة. لو داير مال عشان تصلوا روحك بتمره، تشتغل هنا وتمشي هناك، ومرة حلال ومرة حرام ومرة كذا، في النهاية المخزن بتاعك بتلين فيه نار ولا فيران بيكملوا لك انت ولك من. لو داير أي شيء ممل زهج تعب، والله يا جماعة الله قال في القرآن: ولنبلونكم، دي دار ابتلاء. كان عندك قروش بالجوع مش هذا الأكل، ومرات يمنعك الدكتور، عندك مليارات هذا العتال ياكل في السكر انت يقول لك لا 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 عندك سكر بيتي موت، هتبقى تقبل وين؟ وهذه عشان تعرفها مبنية على النقص. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بعدين يا جماعة احنا هسه لو فكرنا الناس القبلين ديل في الأرض دي كان قوة، في ناس أقوى مننا وماتوا، زي قوم عاد ديل أقوى مننا، كان مال، في ناس يا أخي عندهم أموال ذات عجيبة زي قارون ده وينو نسي ماتوا، كان ملك، شوف فرعون ده مات، كان صلاح، في أنبياء ماتوا. يعني انت الشغلة دي جاياك جاياك الموت ده، ولا فيه خلاف ذاته بين البشر مش بين المسلمين، بين البشر كفار ذاته بيقولوا إذا متنا، يعني دي متفقين فيها بس مختلفين قدام في شيء ولا ما في شيء، لكن الموت ده متفقين معاك فيه. لذلك يا جماعة الإنسان استعد للآخرة، ما يكون غافل. والكلام ده الناس قاعدة تسمعه كثير، نحن دايرين انه واقع كده جوا في القلب. يعني تخيل انك انت ممكن تموت هسه قبل تقوم من الكرسي، تصل مرحلة زي دي، تخيل انه قبل تقوم من الكرسي ده بتموت، ابقى مال والله. واحد عندنا أستاذ في شرق النيل اسمه ياسر، قال لي ركبت المواصلات بس من لفة التلال، وقال لي هناك شرق النيل وجاي كذا، قال لي جايين داخلين، قال في عمك كبير في الكرسي ده السواق، الكرسي اللي بيجاي بيسموه كرسي الشهيد الوراو ده، قال لي انا جنبه، قال لي بعد شويه
نفسه بدا يهيج، طلع هنا بتاع الازمه ده داز كذي، قال يا ولدي انا ما بصل، قال لي ما بصل والله، قال لي كذي قال ما بصل، قال لي لما وصلنا الكوبري النفق بتاع كوبر عمك ده مات، الحافله كلها خلوا الموقف لفوا على المستشفى، قال لي دخلنا المستشفى الناس كلها جرت بس بقيت انا، دخلت جوا وقالوا فعلا الزول ده مات، اتصلت بولد وقال قلت له تعال يا اخي المستشفى الفلانيه وكذا الى اخره تعال، قال اول ما جاء قلت له يا اخي اسمع، قال لي هو في الجيش، قلت له يا اخي اسمع والدك ده يعني توفى وكذا، قال لي بقى يبكي وكورك وكثير بيمشوا مشاوير ما بيجوا راجعين منها، بس زول يا جماعه يكون مستعد والله، سي ممكن تمرق كذا يدور كتمه بيجاي بس بومبام بيجاي وشكل وناي تر تجيك طلقه تبقى مارق، هات مستعد تقدمت شو شكاية يا جماعه، الزول يكون جاهز، يكون جاهز، دي الوصيه الثالثه. الوصيه الرابعه يا جماعه الاهتمام بالعقيده والتوحيد، والناس ذيل شفت اهل الدعوات الباطله ذيل كلهم ما لقوا فرصه في الناس الا لما العقيده دي انتهت وضاعت الا من رحم الله تعالى. أسي العلماني بيجي بيسخر بالمسلمين بكثير منهم، يعني يقول لها زول انتوا عقيدتكم في قطعه بس قطعه اسمها بيان، ولا ذات دين ذاته قطعه دي نعتقد فيها قطعه تلقاها مرجف الغريه شت رجالا ونساء شيبا وشبانا، قول لهم خايفين ابويا الشيخ ده كان عمل وابويا الشيخ ده كان سوى ابويا الشيخ، عقائد في الكتب دي يا اخي كلام ذاته يعني زي ما يقولوا تضحك له الثكلى، زول بيعتقد انه الشيخ بدي جنى، يعني زول بشر كذي زيك يقول لك كذي اديتك جنى خلاص بيجيك جنى، زي ما في كتاب طبقات والضيف الله ترجمة واحد اسمه عوضة قال جاته مرة من القواعد من النساء كبيرة في السن ومعاه زوجة وقالت لي وانا انقطع النسل مني ودار لي جنى وكذا ولد ولدا، قال اكل الفطيرة بتاعتها، جابت لها فطيرة ودجاجة واسورة، اسورة قال ختابة جمل دار يبيعها ما معروف، المهم حليم ورب، قال طوالي قال لهم ارقدها في عن قريب ده عنده عن قريب، قال ده بدي في الجنة الرجل زوج. دي عقائد بيعتقدوها ناس يا جماعة، لما زول يجي يسوي قصيدة كاملة زي البرعي ده يقول كباشي كتاب علام الطريق، كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي، يربط ويحل في كل محل كباشي، المتوكل لأمر يكل كباشي، من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي، يعني عقيدته إنه الشيخ بدي الجنة والشيخ بدي الذرية والنساوين يمشوا له والراجل السبعة سنة متزوج ما عنده جنة يسوق مرته ويمشي له، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، الله جل وعلا يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله بتنادون ذيل يا كباشي ويا مكاشفي ويا صايم ديما والحقونا وافزعونا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، والله يا جماعه نحن أول أمس دي كنا في بور سودان أول ما تمرق منا طيب جهات سنكات قبر قبة لمرة مرة اسمها الست مريم، والله لو شفت الصورة بتاعت البشر في الموبايل بتغطي الشاشة كلها صور رجال ونسوان، ناس هناك اخواننا في بور سودان اخواننا خواض وغيرهم من الاخوان قالوا المواصلات التذاكر كملت كلها كلهم ماشيين ليدي، والغريبة اختلفوا فيها
ناس قالوا ست مريم دي عندها قبرين، وناس قالوا ثلاثة، هي واحدة وعندها ثلاثة قبور، وناس يتبركوا وناس كذا، أشياء كثيرة جدا. عقائد زي دي في بلدنا يا أخي، في كتاب اسمه سراج السالكين ده صفحة 114، قال الأولياء الكمل في العالم 8، 4 في اليمن و4 في السودان، في العالم كله ما في أولياء إلا 8، 4 في اليمن و4 في السودان، يعني الكعبة هناك بيت الله، بيت الحرام ما في ولي ذاته ولا المدينة فيها ولي، بس في اليمن والسودان. قال فأمسك عن الذين في اليمن، قال ديل خلون، جل لبتاعين السودان، قال السودان، قال الشيخ دفع الله المصوبا، ويسمى مصوبا الحضرات من كراماته، قال جر الشمس مع الملائكة 40 سنة، 40 سنة قال بيجر في الشمس مع الملائكة، والشمس لا بتجرها ملائكة ولا بجرها زول، أي ما سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء مجموعة من العلماء، قالوا لهم في شيخ اسمه الشيخ أبو إدريس غير زولنا ده، قال بجر الشمس، بجر الشمس وكذا، قالوا عنه كذا، قالوا الشمس لا نعلم أن لها من يجرها إلا قول الله تعالى، ده التفسير يعني، والشمس تجري لمستقر لا بتجري إبرة، الله بجريها. قال نمرة 2 الشيخ إدريس الفركة، أكرمه الله بفركة من لباس الجنة، دين من الجنة لا جابوا تفاح لا مانجا لا عنب لا جابوا دقيق ولا جابوا لهم فركة، قال الله فيهم خير دين، تزول مشيت الجنة يا أخو الله، جابوا لك في الجنة بيجيب لك حاجة نافعة للبلد وللناس، جايب لك فركة، مشيت الجنة انت ولا سوق ليبيا؟ أقول يا أخي جنة، قال مشى جاب له فركة بس، أو جابوها له من هناك. ثلاثة، قال الشيخ حسن وتحسونا من كراماته أنه يحيي الموتى، يعني الميت بيقول لكم بيحييه، والله قال في القرآن ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون، قال بيحيي الموتى وهو مات ذاته في نفسه، والموت ده مؤلم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان في سكرات الموت يضع يده في ركوة ماء ويمسح بها وجهه في صحيح البخاري ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، انت وكده بتحيي الموتى موت ليه؟ وين هو نسي الآن النازل وين؟ الرابع قال الشيخ الطيب البشير من كراماته، قال الله ملك الكون 33 سنة ما نقص منه جناح بعوضة، الله ملك الكون يعني بقى هو اللي بيتصرف في الكون 33 سنة جناح بعوضة، قال ما نقص لا في خروف ضبحوه في ضحية ولا في بهيمة ضبحوها الصباح جزارين عشان يبيعوا في الجزائر، الجزارات كلها قفلت 33 سنة مقفلة، لا في جندبة ماتت لا في نملة زول عفصة ولا في شيء، جناح بعوضة ما نقص، دي عقائد يا جماعة في بلدنا دي، أنا من وسط الشباب اهتموا بالعقيدة والتوحيد، وده ما كلام بتاع ناس من عوام الناس، ده إذا بجيبوا بروفيسير بيسووا معاه لقاء في التلفزيون اسمه حسن الفاتح قريب الله لغاب سوي جزء لذاك ولا اسمه منه تلفزيون، هاي بيسويه في التلفزيون ويتكلم معه القباب داري أصل ليها إنها بتجوز، والرسول عليه الصلاة والسلام حرمها بدري، قال في صحيح مسلم من رواية جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيبنى على القبور على أيبنى على القبر ويجصص ويقعد عليه، كله حرام في الشريعة. يألف كتاب اسمه يستنبئونك، يقولوا له يا بروفيسير هل الميت بعد يموت الولي بيمرق من قبره يخرج؟
يقول نعم، يخرج ويقضي حوائج مريديه ثم يعود إلى قبره مرة أخرى. دي عقائد بيعتقدوها ده بروفيسير، دكتور بيدرس تفسير في جامعة أم درمان الإسلامية كلية الطب، اسمه صلاح الدين بدوي الخنجر. يقول دكتور، يقول عندنا في السودان الشيوخ بدوا المطر، والمطر بحسب الطلب، عجبك عجبك، ما عجبك مش افتح بلاغ في الشرطة. قال يجيك وهابي يقول لك ما تسأل الله، ها بتسأل الله ما بديك. قال يعني إلا تجي لشيخنا. قال سرابتين بينات انتقنت أرضين، قال فيهطل المطر من ها هنا ولا يهطل من ها هنا. السبب شنو؟ قال دي دفعوا البياض، يعني المطر ذاته فوق السحاب بيشتروه. وديل شفت العلمانيين ديل ما بيتكلموا فيهم، هؤلاء العلمانيون ما بيتكلموا في ديل. ولك كيزان تجار الدين، نحن ما كيزان وضد الكيزان. انتوا زمان ما قلتوا ما بجوز الخروج، ما ندمانين؟ قلنا لو رجع الزمن ثاني بنقول ما بجوز. رايك شنو؟ هالليله كيف؟ كيزان مشوا، الليله رايكم شنو؟ برضه ما بجوز الخروج. بكره كيف؟ برضه ما بجوز. بعد بكره برضه ما بجوز. لانه ده حكم شرعي ما سياسه. عشان يتغير. والقال ما بجوز الرسول عليه الصلاه والسلام، كلامه صح. رايك شنو؟ كلامه صح. ما عاجبك كلامه ما في مشكله. مش ما عاجبك انت كزول هنا على الماء، امرك برا جرب. كذا حل المشكله امرك. ما بتقدر. ديلك قالوا تجار الدين اكلوا باسم الدين. وديل ما اكلوا باسم الدين ما كان تقف ضدهم زي ما وقفت ضد ديلك. كان تقف برضه ضد ديل. نحن ندافع عن ديلك، لكن ديل البياض ده ما بياكلوا باسم الدين، ما قروش ما كانت تتكلم فيهم. المحايه دي ما بيدها عساي بيشربوها باسم الدين ويدفعوا على قروش، ما كانت ترد عليهم. ناس شغلهم بتاع لف ودوران وناس عندهم تناقض عجيب جدا. فده قال لك الشيخ بينزل المطر والشيوخ بينزلوا المطر، والله قال في القرآن أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. واحد ثالث قال تنادوا الشيوخ عديل، قال إذا كنت في هم وغم ديل الختمية وكربتي فنادي أيا مرغني آتيك بسرعتي ولا أنجيك من كل بلوتي. قال تنادي المرغني، يا المرغني الحقنا وده شرك بالله تعالى. والبرعي قال إن ناب خطب في البلاد نزيله قل يا ولي الله إسماعيل، وده شرك بالله تعالى. والله قال في القرآن ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فالعقيدة يا جماعة، احنا نوصي الناس بالعقيدة توحيد. حجبات قطعوها طوال يدعوها، ما في حجاب بينفع. حجاب دي كل الحجبات دي شرك بالله تعالى، كلها من القرآن حرام، من القرآن شرك حرام، زي ما قال ابن مسعود وزي ما قال عبد الله بن عكيم وزي ما قال عبد الله بن عباس وزي ما قال عقبة بن عامر وزي ما قالت عائشة رضي الله عنهم جميعا. شرك بالله تعالى. أي زول معلق حجاب يا جماعة يتوب إلى الله تعالى. أي دع الحجاب يا أخي، أي دعوة يا أخي، ما بيحفظك، بيحفظك الله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. واحدين معلقين كمون وأوراق وأشياء وتلقاه في المراية بتاعت العربية معلقين كمون، شرك، كله شرك بالله تعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. واحدين يتبركوا بالتراب يسفوه ويطوفوا بالقبة، والله سبحانه وتعالى يقول وليطوفوا بالبيت العتيق هناك في مكة، هون يطوفوا بالقبة، يتبركوا بالأتربة، وشيخ فلان الحقنا وشيخ فلان أفزعنا، وشيلوا موية الوضو بتاعت الشيخ ويتمسحوا بها. ده ما بجيب البلاوي ذاته، ده مخلي الجماعة دي ذاته يسخروا بينا. وكان عليه سخريتهم براءة بسيطة، كي مشكلة بعدين جهنم الله قال وما هم بخارجين من النار.
على الشرك ده. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وده ملانا به والغرى ملانا بالبلد دي كلها والله إلا من رحم الله. هسي في العاصمة دي في الدين في الدين هنا دي في العاصمة بيبنوا في قبة شفتها مصورة أربع طوابق. هسي دي ما كان بتفيد الناس كان يشتركوا بها التسالي كان أفادوا الناس. أربع طوابق لزول ميت أمشي بحراز في الجزيرة من بعيد من شارع مدني من بعيد الشرق تحاسب 18 قبة 1 2 3 18. كمان في واحد بجنبه قالوا ده الشيخ الحردان مدفون برا وبعيد هناك حريدون ده ميت حردان. ذات شغلتهم عجيبة جدا. البرع يساوي له بجنب ذاك بغادي ما بعرف ناس أبو قرون قباب مضوم بان بجنب. يا جماعة دي شغل ذاته عجيب والله. القباب دي براه شفتها القروش اللي انفقوها فيها براه شفتها تسوي 100 حاجة في البلد دي. ده غير قروش المحايات والبخرات والجماعة يبيعوا في الحجبات لافين دعاة الشرك ناس حامد بابكر ومجموعة من الجماعة. لخبطة كثيرة يا جماعة. شاكية عقيدة دي في البلد دي دار تصفية دار نظافة نازي تتعلق بالله سبحانه وتعالى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. الوصية يا جماعة البعادة الخامسة تقوى الله تعالى في السر والعلاني. زول اتقي الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في سنن الترمذي حسنه الألباني رحمه الله تعالى من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوا وخالق الناس بخلق حسن. تقوى لله في البصر عدم إطلاقه في الحرام. تقوى لله في اللسان. زول ما يرمي الكلام ساي يضبط لسانه. الهزل يضبطه. السخرية الغيبة النميمة البهتان في غير موضع الغيبة الصحيح يعني. لأنه زي ما الغيبة حرام العلماء باحوها وذكروا أدلة على إباحتها من السنة زي ما في رياض الصالحين زي التحذير من أهل البدع وزي هذا الظلم لما تمشي لقاضي تذكر لي اسم الظالم وكذا وكذا إلى آخره. الزول يا جماعة اتقي الله سبحانه وتعالى في نفسي وفي المسلمين. قال الله تعالى في القرآن وإن منكم إلا واردها يعني نار فوق جهنم جسر فوق جهنم. الجسر ده في البخاري وفي مسلم أحاديث منها في البخاري هذا الجسر به خطاطيف وكلاليب كشوك السعدان كما جاء في صحيح البخاري في باب فضل السجود لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آخر أهل النار دخولا الجنة يعني آخر زول بيمرق من النار وبيدخل الجنة هو من أهل الجنة. أو كما قال جسر فوق جهنم ما من هنا للجزيرة ولا من هنا للأبيض ولا من هنا لكسلة ولا بورسودان ولا حلفة ولا الدمازين ولا من هنا للصين ولا أمريكا ولا مصر ولا السعودية ولا لبنان ولا ده فوق جهنم. على متن جهنم دي بس كذي من فوق لتحت مسيرة 70 سنة 70 سنة. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم
كان جالسا مع أصحابه فسمعوا وجبة، يعني صوت شيء قد سقط، فقال: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنه شفير، إنه حجر قذف من جهنم، من شفير جهنم، فما زال يغوص فيها منذ 70 سنة، بلغ اليوم قعرها. 70 سنة ده الحجر من فوق تخطه، ما 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 جاي مدردق في الهواء طاير، الشيء لما نطير في الهواء سريع يقع، هو 70 سنة طاير ده بس كده، فما بالك هو في متن جهنم والزول بيطلعه. والله يا جماعة الصراط ده لو الزول فكر والله طوالي بتوب، مش عديل يا الله سبحانه وتعالى، بس شفت الصراط ده بس، لأنه هسي لو ربطوا لك حبل من هنا بس المظلة دي لهناك المبنى ده بس حبل، قال له كم ايش فيه بغلبك، فما بالك شيء أرق من السبيبة وأحد من السيف، سنين تخد أصبعك بينجرح، خليه تبي تقلك كله طالع فيه وتمش ومظلم. الزول بنور بعمله: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى آخر الآيات من سورة الحديد. وبعد ده الصراط ده بعد أحد من السيف ورق به خطاطيف كما في صحيح البخاري، وكلاليب كشوك السعدان تخطف الناس بأعماله، يعني فيه حاجات زي شناك للجزار بترمي الناس، والزول يطلع ومش. قال: فمنهم من يجوزه كالبرق، في زول عمله نظيف وزول مجتهد في الطاعة وزول تايب مستقيم، ده قال لك ومسارع في الخير، ده قال لك زي البريق فو يمشي. ومنهم من يجوزه كالريح، ومنهم كأجاويد الخيل وكالطير المضمرة، ومنهم كأشد الرجال، ومنهم من يحبو، ومنهم من تخدشه النار وتلفحه النار، فناجم مسلم وناجم مخدوش ومكردس أي في النار. الزول اتقي ده الله بنجيه، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الوصية السادسة يا جماعة قبل الأخيرة، ودي للأخوات: الاعتناء بالزي الشرعي. ولما نقول يا جماعة الزي الشرعي، والله ما قصدنا جماعة ولا قصدنا طائفة، وخايفين على نسوان الناس وعلى نسوان المسلمين من عذاب الله تعالى. لما نقول الزي الشرعي، الزي الجاء في القرآن والسنة بس، ولا يبقوا أنصار سنة ولا يبقوا في جماعة ولا يبقوا طائفة، زول يكون على الكتاب والسنة وكان على الصحابة بس. الثوب الجا في القرآن وفي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، بعيني ما شفتهم لكن بيجوا، قال: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس، يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت، يعني الرأس زي سنام البخت، كأسنمة البخت، البخت الناقة، يعني تسريحة لما زين فوق، ومشاهد الكلام. قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. لا يا ما كثير بنات كتار، تلقى الواحد في نفسها عندها شيء من الاحترام وعندها شيء من الادب، وزي ما بقولوا مرقت من بيت وما هو، والاولاد قد يكون ما بغشوها كثير، لكن بتتاثر بالمناظر اللي بتشوفها تقوم تقلدهم، وشايف انه الموضوع ده سهل، يعني هي كونه تمرق من البيت وتفتن الناس، الموضوع ده شايف، لأنه دي غريزة في الإنسان، غريزة في المرأة. أو من يلشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، بتتلذذ إنه تجي مارة والناس يعلقوا يقولوا دي جميلة، بتتلذذ بالموضوع ده.
ولو ما دار تفعل المعصية الكبيرة. لكن يا جماعة الخوف من الله والطمع في رحمة الله تعالى وفيما عند الله بيخلي البيت تراجع نفسها. الله قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. كثير بنمشي جامعات يرسلونا ورق ولك والله الواحد إذا تلبس الزي الشرعي لكن الناس ما بخلوها. أكثر شبهتين بيجيبون يا إما كلام الناس يا إما ودي لاقتني أنا كثير يقولوا يتزوجوها كيف إذا لبست يعرفوها كيف ويتزوجوها كيف. أكثر شبهتين أنا لاقن والأولى إنه ده أجر ليها قدر ما يضعنوا فيها قدر ما يسخروا بيها دي حسنات ليها. الله سبحانه وتعالى قال فاصبر على ما يقولون. تصبر بس ده أجر وحسنات وخير. والله جل وعلا قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين إلى آخر. الشبهة الثانية بيقولوا نتزوج كيف وده يا جماعة الرد عليها بسيط جدا. ركن كامل من أركان الإيمان اسمه الإيمان بالقضاء والقدر. الله سبحانه وتعالى لما يتكلم عن الرزق والزواج ذاته رزق يتكلم عنه في مواضع بصيغة الماضي يعني ده شيء محسوم بدري. قال في سورة الزخرف نحن قسمنا بينهم معيشتهم يعني ما قال نحن نقسم بينهم ولا نحن سنقسم بينهم. قسمنا قسم قسم هذا ما فعل ماضي. نحن قسمنا يعني الكلام ده بدري انتهى انتهى. دي بتتزوج ده وداك بيتزوج ديك وده بيعيش مع ده وده كذا ده كله مكتوب. ولو بقت اكتر بيت بتتزين وما مكتوب لا تتزوج ما بتتزوج. ولو بقت قاعده في خدره وفي حجرتها وما بتمرق ولا بزول عارف فيها الله بغيض ليها لما يجيب ليها نصيبه. لانه الله قال في القران ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. بعدين يا اخي الزول بيجي بيسال الزول ذاته بيجي بيسال بيقول يا جماعه انا داير بيت اوصافه كذا كذا ويكلم خالته واخته الى اخره. ذاك يا جماعه الزي الشرعي العلماء قالوا الزي الشرعي عنده سبعة شروط عنده سبعة شروط. الزول لو عايم في القران والسنه يطلعنا اذكر وان كان الادله عليه متوافره من كتاب الله ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام اهل العلم. الشرط الاول ان يكون الثوب طويلا ما يكون قصير يكشف جزء من الرجلين او من كذا. وحديث حسن الالباني رحمه الله لما امر النبي صلى الله عليه وسلم النساء ان يرخين ثيابهن قالت امراه ولا ينجس يا رسول الله يعني التراب بنجسه يعني النجاسات في الارض وكذا. قال يطهره ما بعده حسنه الالباني يطهره ما بعده يعني التراب. وما شرط تلبس الا التراب تجرب التراب مهم يغطي لحد الشبشب اللابسة يكون طويل. اثنين ألا يكون زينة في نفسه ما يكون مزركش وأشياء زينه في نفسه إلمع وزركش وأشياء بلاوي. لأنه الله قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآيات. ثلاثة ألا يكون ضيقا وإنما يكون واسعا فضفاضا واسع فضفاض لا يجسم المرأة. أربعة ألا يكون شفافا يكشف ما تحته. خمسة
ألا يشبه ثوب الرجال، زي اللي بيشوفه ده في الشارع، بناطلين وأشياء، والناس دي المشي والله مراحل عجيبة جدا. بيقول الأولاد يلبسوا سلاسل، اتقلبت الشغل، الولد بقى يلبس سلسل وحاجات غويشات وطقطق في اللبان، عينة ذاتها عجيبة جدا، والبيت بقت تلبس بناطلين، تلقاها لابسة بنطلون وفناير. واحدين كمان جابوا موضة جديدة قالوا يحلقوا، بيت تحلق هنا شريط كمان، شغل ذاته ماشيين وين؟ أنا ما عارف الأمة دي ماشية إلا من رحم الله ماشيين وين. الشرط الذي بعده ألا يشبه ثوب الكافرات، ألا يشبه ثوب الكافرات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. الشرط الأخير ألا يكون مطيبا، ما يكون فيه ريحة طيب كما ذكر أهل العلم، لأنه في وعيد شديد للمرأة إذا خرجت متطيبة ووجد الرجال ريحها. الوصية السابعة والأخيرة يا جماعة، الناس تشتغل دعوة، تبلغ الدين، تبلغ التوحيد، تبلغ السنة، والله والله الذي لا إله غيره، البلد دي مع الدعوات الباطلة دي، نحن لافين قاعدين نسافر، والله فيها خير. والله أنا غايته هناك في محاضرة قلتها للجماعة، قلت لهم والله العلمانية ديل والله ما يقدروا ينسفوا الإسلام ده في السودان، والله ما يقدر، والله يا جماعة ما يقدر. يا أخي في كم مسجد ساي مساجد، بس في كم مسجد، في ناس لها صغيرين يا أخي برجالتهم، وب في بنات لياسي محترمات ما تسمع تقول الشغلة دي انتهت والبلد جات، ما في حاجات معينة كده تتعالج إن شاء الله، بتتعالج إن طال الزمان ولا قصر. ناس تبلغ الدعوة والأسلوب الطيب يا جماعة، كثير من الإخوة عندهم غيرة، عندهم غيرة، كنا الزول يضبط نفسه، يضبط ألفاظه، كلم الناس الكلام الحسن. والله قاعد يتصلوا بينا ناس، حسي قبل أيام اتصل بي زول كبير قال لي أنا جدي شيخ فلان، ذكر لي واحد من كبار الخرافيين ديل صوفية، وأنا إحنا والله متابعين المقاطع، وأنا جيت من دولة كذا، هسي ومن السودان هنا سافر لدولة، وداير ألاقي شيخ فلان وفلان، ذكر لي بعض أخواننا بعض الإخوة الدعاة الله يحفظنا ويحفظهم جميعا. والدعوة دي يا جماعة الناس مسؤولية الجميع، بلغوا. المرأة في وسط النساء تبلغ، خصوصا النساء فينا العاطفة، فينا العاطفة، ما تضبط ألفاظ، تبلغنا الدين. الشبهات اللي بتجي في العقول دي الناس تناغشها، انتوا حزب وانتوا جماعة وانتوا كذا، بين نحن ما حزب ولا دارين حزب ولا دارين سياسة ولا انتخابات ولا جوطة، انتوا صعبين مشددين، بين لهم ما في صعوبة، انتوا مشددين ما في تشدد، انتوا ناس محرجين ما في احراج، ظريفين والناسين ما فيش، والله ما في حاجة، مبهدلين ما في بهدلة، نظيفين ومرتبين وكاوين هدومنا ذاته. معقولة يا أخي؟ كلام ذاته ما مقبول. فالناس يا جماعة تبلغ في المواصلات، في الجامعات، في الأندية، في كل مكان. والعلمانيين دول ما عندهم أثر، أنا دار أختم ليك، والله ما عندهم أي شيء، أثرهم شنو يا جماعة؟ الناس دي لسه إغناء إغناء، حجة حجة كذا، أثرهم شنو؟ كذا شوف أثر الإسلام شنو وأثرهم هون شنو؟ يعني الإسلام ده أثره ظاهرة، دي مساجد وأخلاق وأدب وبر وإحسان إلى صدقات رحمة بين الناس، أثره ظاهرة الإسلام. كعبة شوف من 200 من إبراهيم عليه السلام لليلة، بيت لليلة، طيارات بتدور تمشي ليها تحج هناك، مباني قائمة تنشر في الإسلام. العلمانية أثرها شنو؟ عربدة، فواحش، تبرج، تفكيك للأسر، انتهاك للأعراض، تجارة بالمرأة، بس ثاني عندهم شنو؟ كفر بالله.
شغل مثليين، شغل معاصي، شغل فجور. الخير اللي بيقدموه شنو؟ بيقدموه شنو؟ وحقد على الدين. ناس حقده من الأعظم منصب على الدين ده، بس ما في. تعرف ليه؟ غير الكفر بتاعهم، لأنهم دارين الشهوات، وزول الدين بيقول لهم ده غلط وده صح، بيقف بينه وبين الناس، عشان كده بيكرهوه، بيحاولوا يضربوه بأي طريقة، بالكذب واللف والدوران والإشاعات وأشياء كثيرة. فالدعوة ده يا جماعة مسؤولية الجميع، الناس تبلغ دين الله، تبلغ التوحيد، تبلغ السنة، تنشر الأخلاق الطيبة، تثبت الناس، ناس ما تحبط، ما تتحبط، ناس تواصل في نشر ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لقول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ونشكر الجميع على حضورهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.